بيكم من جديد مع هيثم. انا موجود في عياده اسنان يعني، فانا جاي اكشف حقيقي فعلا انا عندي مشكله في يعني درس من الدروس، عندي درس واقع بالمناسبه. دكتور كريم هو ماجستير جراحه وطب الاسنان فم والاسنان، واحد الشباب والاطباء المتميزين جدا حقيقه يعني، خلقا ومهاره. انا لقيت فيه كتيب، الدكتور كريم عامل كتيب باسم العياده بتاعته اللي هي اندلسيه دنتال كلينيك. ميزه ان الدكتور كريم كاتب فيه كل حاجه، يعني اعتقد دي ميزه جميله جدا. قبل ما تخش للدكتور كريم وانت في الويتنج بره هتعرف انت لما تخش هتعمل ايه، يعني من اول الكشف والتشخيص ومعرفه المشكله والسبب في الاعراض، ليه بيتكلم عن تنظيف الرواسب الجيريه والتكلفه بتاعتها ونظامها واشكالها، ايه مدعم بالصور زي ما حضراتكم شايفين كده. المريض اللي يخش العياده ويركز في التعقيم ده مريض انا بحبه جدا وبحسنه. الجمعه عندنا دايما اساسا كل جمعه كشف مجاني، وده مش هيتغير ان شاء الله، ده غير الست شهور اللي كل متابع في العياده او يعني لو انا كشفت عند حضرتك ليا كل ست شهور استشاره مجانيه. جزيلا دكتور، والقاكم في حلقه جديده مع هيثم مكان جديد، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.